بوليكس 2018. متحرك تعرف نفسك؟ لا اشتغل في الكورة كبعد السلام من 60 إلى 90. أقل من 90 على 60 نسميه ضغط منخفض، أكثر من 130 نسميه ضغط. ولكن في بعض الأشخاص عندهم ضغطهم أقل من 90 على 60 وتبين لا يسمى عليه انخفاض الضغط، يعني أن المريض لا يشتكي. عشان أنا أعرف ضغط الدم المنخفض لازم يكون أقل من 90 على 60 مصحوبا شكوى المريض. ان لم يكن شكوى المريض فانا كطبيب لاجيش المدن ما لاجيش اي تدخل الا انا تدخله في المشهد. والبيشنت ازاي ممكن يبتدي ياخد باله ان هو عنده ضغط دم مرتفع؟ اولا في حاجه مهمه جدا، معظم الناس تقول ان في درجه صداع وخاصه في الصباح عند ضغط الدم، لكن هذه المقوله طبيا وفي البراكتس بتاعنا في الشغل لا تتعدى 10%. دي نقطه مهمه جدا، مش اي واحد يحس بصداع في الصبح يبقى عنده الصداع. ضغط الدم احنا بنسميه السايلنت كيلر، القاتل الصامت. يعني احيان كثيره جدا المريض اللي عنده مشاكل وعنده ضغط عالي جدا ومش حاسس بحاجه. ولذلك اهم حاجه اللي انصح بيها المرضى ان هم يعملوا ريجولار تشيك ضغط الدم خاصة في البالغين. الناس البالغين لازم كل فترة يقيس ضغط الدم علشان يطمن الضغط ما بيقلش. نقطة مهمة جدا، ضغط الدم يطلق عليه القاتل الصامت. المريض ونس يجي يشتكي يبقى في هذه اللحظة حصل له كشف، حصل له مشاكل. أنا ما استناش لما يشتكي، لازم المفروض أعمل فولو. يعني لما بيتعالج، لما مريض بيتعالج من ضغط الدم، هل بعديها يوقف عليك ولا هو لازم يفضل مواظب؟ هي نقطة في غاية الخطورة، ويقع فيها أخطاء كثير جدا من الأخطاء، والكثير والكثير من المرض. المريض يروح يسأل ضغط الدم، ضغطه سايق 160 على 90، 160 على 100، 160 على 110، والطبيب يكتب له علاج. ويروح هذا المريض يتابع عند الصيدلي، يقيس الضغط بعد كده يلاقي الضغط 120 على 80. فالصيدلي يقول له لا انت ضغطك خلاص راح، روح، ما عادش عندك ضغط، فيبطل العلاج. فيجي العيان يحصل له كاتاستروف، يخش في مشاكل، اللي بيحصل حاجه اسمها الباوند، الجدال. والباوند بتاع ارتفاع ضغط الدم الشرياني بيبقى اسوأ من البدايه، بيبقى صدم، يعني ارتفاع مفاجئ، فالضغط ممكن يعمل نزيف في الموقف لما احتلت في الحال ممكن يعمل
مشاكل خطيرة جدا. للأسف الشديد في بعض الدكاترة كثيرين جدا مش صيدليين فقط، لا دكاترة كمان يروح بعد ما يتعالج المريض يروح يتابع مرة واثنين وثلاثة ضغط الزر يقول له خلاص ما عادش عندك ضغط بطل العلاج وتحدث نفس المشكلة. وهي دي أخطر نقطة أنا لا أحذر منها كل من الأطباء اللي بيشتغلوا هذه النقطة، الصيدليين والمريض نفسه. يجب يكون المريض عارف وانس بقى هو مريض ضغط لازم يمشي على علاج مدى الحياة. ولذلك احنا بنسمي علاج الضغط، انا بالنسبة ما بسميش علاج الضغط، بسمي تظبيط الضغط، تظبيط الضغط. طالما ان المريض بدا علاج ماشي على علاج على النقطة ممكن اظبط الجرعة لكن ما اعرفش علاج اخطر من ذلك. في اي نصائح اخيرة حضرتك تقولها للمريض ده؟ والله انا بنصح المريض يفضل ما يروحش للصيدلية كل فترة يقيس الضغط، في بعض المرضى بشوفهم أنا يروح يوميا يقيس الضغط بتاعه، هو نازل شغل بتاع الصيدلية يقيس الضغط وهو مروح يقيس الضغط، دي حاجة طبعا بتعمل ستريس وتخليه أندر ستريس ممكن الضغط بتاعه يبقى في حاجة. الحاجة التانية أنا بنصح المرضى اللي هم بياخدوا علاج الضغط في الصيدلية اللي هم عندهم ضغط عالي يجيبوا جهاز في البيت ويقيس الضغط. دي حاجة جميلة جدا جدا ومهمة جدا بنسميها هوم بلاد بريشر مونيتور. دي احدى الحاجات اللي احنا بنقيس بيها الضغط على مدار الساعة مدار 24 ساعة زي البلاد بريشر مونيتورنج اللي الدكتور ممكن يعمله. الدكتور ده ميزته ان هو يشوف امتى الضغط بيعلى عند المريض، السكر ولا عقل الهواء ولا بيقل ضغطه بيقل ولا بيقلش، عشان الدكتور يقدر يظبط العلاج. فالمريض نفسه ممكن يتابع نفسه اسمها السيلف اسسمنت في البيت، ولو ضغطه عالي بالليل يتصل بالدكتور كله يقوم يغير له جرعات العلاج، يظبط العلاج بالليل وبالنهار بحيث ما يحصلش ارتفاع بالليل. او المفروض احنا كاشخاص عاديين الضغط يقل بالليل، الشخص اللي ضغطه ما بيقلش بالليل ده بيبقى عرضه ليحصل له مشاكل في القلب، جلطه في القلب، نزيف في المخ، بنسميهم نون ديبرز. فالناس دول مهم جدا 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 نعمل لهم سيلف ريكوري اللي هو في البيت يقيس الضغط نفسه، والدكتور المفروض يعلم المريض ازاي يقيس الضغط في البيت وازاي يسجل الاختبارات وازاي يتعامل مع الضغط الحراري. دي مهم جدا، اهم نقطه في المتابعه وعلاج. طب في اي حاجه في الاكل يتجنبوها او في اللايف ستايل يغيروها؟ طبعا اللي هي اللايف ستايل موديفيكيشن ديت هي الفيرست ستيب، المرحلة الأولى لعلاج ضغط الدم الشرايين، وتبدأ خاصة لو الضغط لسه بوردر لاين 130 على 90، ولكن لو ضغطه عالي 160 على 110 أو أعلى بياخد علاج، ولكن في نفس الوقت يعمل لايف ستايل. ولو المريض ما عملش برضه في نقطة مهمة جدا، المريض لو ما عملش لايف ستايل نوتيفيكيشن حتى لو خدت علاج الضغط مش هيمشي. إذا اللايف ستايل نوتيفيكيشن جزء اساسي من العلاج سواء ضغط بسيط او ضغط عالي. من هذا اللايف ستايل موديفيكيشن هو اول حاجه ريجولار اكسرسايز، التمارين الرياضيه المنتظمه. واحنا بننصح المرضى ان هو على الاقل يمشي 3 4 ساعه 5 ايام في الاسبوع، يمشي مشي عادي خالص. لو مشي 3 4 ساعه في 5 ايام في الاسبوع ده اكسترا حاجه ممتازه جدا بتحسن الضغط، درجة الاحتراس بتاعته من 5 إلى 10 متر. النقطة الثانية الأملاح، وهنا نقطة مهمة جدا عايز برضو أقولها. في بعض الناس خاصة بيقولوا الأملاح يفتكر اللي هي البرتقال والموز وحاجات كده أو الطماطم اللي هي لا، الأملاح المقصود بها الملح والطماطم والمخللات وليس الموالح. بالعكس عن الفاكهة الموالح دي ممتازة وقيمة جدا، انما هم بعضهم يفتكرون لك انا مش هاكل البرتقال مش هاكل الموز مش هاكل الطماطم، ظنا منه ان ديت ايه املاح لكن دي اسمها موالح مفيده جدا للجسم، عكس الاملاح يعني المقصود بها ملح الطعام والمخللات. نقطه مهمه جدا طبعا بيقلل طبعا ملح الطعام كبيره جدا ويمنع المخللات تماما، هي مهمه جدا طبعا. وفي حاجه بسيطه جدا ننصح تقولها للمريض، انا مش هقول لك ما تاكلش ملح في الاكل، اقول لك ما تحطش الملاح على الترابيزه بتاعتك، لو ما حطش الملاح على الترابيزه بتاعتك دي حاجه ممتازه جدا، ما ياكلش كل الملاح.
ثالث حاجة طبعا الفواكه مهمة جدا، وبرضه من الحاجات اللي أنا قلت عليها بتنزل ضغط الدم الفاكهة هي البطيخ، البطيخ بينزل ضغط الدم ويكون صحيح جدا جدا. فاللايف ستايل نيوتريشن طبعا الدهون، ليه بقى؟ الدهون لو كانت متكسرة بيرتفع الكوليسترول في الدم، وارتفاع الكوليسترول في الدم زائد ارتفاع ضغط الدم بيسرع من حدوث التصلب المشروع. Gracias.